مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. 150 مليار دولار أمريكي هو حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على مشاريع البنية التحتية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة. طبعا هذا الرقم الكبير أثار شهية كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية لاقتطاع حصتها من هذا السوق، ودفع برؤوس أموال أجنبية باتجاه السوق القطري الذي تنظم العلاقة الاستثمارية فيه مجموعة من القوانين المتعلقة بنظام عمل الشركات، وكذلك قانون متعلق بهذا الأمر الذي يسمح في بعض قطاعات الاستثمار بنسبة 100% من حيث رأس المال، وبالتالي أيضا قوانين أخرى تتعلق أيضا بحقوق الملكية وكذلك الشراكة مع المستثمر القطري. فرص استثمارية واعدة ومناخات اقتصادية جديدة توجه بوصلة الاستثمار العالمي نحو الدوحة التي تعيش حالة من الاستقرار السياسي والأمني، وتحكمها حزمة من القوانين والتشريعات الناظمة للفعل الاقتصادي، وتستعد لإنفاق حكومي يزيد عن 150 مليار دولار على مشاريع تنموية في غضون السنوات العشر المقبلة. احنا نتمنى من الحكومة أنها تفرض على كل الشركات العالمية اللي تدخل دولة قطر تعمل في المشاريع بالشراكة مع شركات محلية لتطوير هذه الشركات في المستقبل. في النهاية يكون عندنا قطاع خاص متمكن للقيام بهذه المشاريع، والحين الحمد لله عندنا شركات قطرية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية. حزمة من المشاريع التي تنهض بها الدولة الأولى المصدرة للغاز المسالي في العالم، على رأسها مشاريع مونديال 2022 والميناء والمطار الجديدين ومترو الدوحة ومدينة لوسيل، إلى جانب مشاريع النفط والغاز، دفعت بكبرى الشركة العالمية لالتقاط حصتها من كعكة الاستثمار القطري في ظل ليونة تشريعية تسمح بسهولة حركة رؤوس الأموال، إضافة إلى الاستثمار في الأدوات المالية من أسهم وسندات عملت على نقل البورصة القطرية إلى مصافي الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي. النهاردة لو نظرنا إلى النمو الذي يحدث في قطر، العام اللي فات كان إجمالي جي دي بي في قطر وصل حوالي 125 مليار دولار، السنة دي متوقع أن يصل إلى مرحلة إلى رقم 170 مليار دولار، و2013 إلى أن يلمس حد 200 مليار دولار. إذن هنالك نمو في الجي دي بي، وحجم القروض بالنسبة للجي دي بي في قطر هنا لا يتعدى أكثر من 25%، ده يؤكد أنه هنا أن هذا البلد مستقر اقتصاديا، ودي أول عامل جاذب للاستثمار. هناك العامل جاذب الاستقرار الاقتصادي، هناك الاستقرار الأمني، وتبقى القضايا المتعلقة بحصص المستثمر الأجنبي والتي لا تزيد عن 49% وفق قانون الاستثمار القطري و 25% في سوق الأسهم، إلى جانب الإبقاء على نظام الكفيل وتحديد جنسية العمالة، سلسلة من تحديات الاستثمار الخارجي في الدوحة، والتي ترد عليها الحكومة بأن قطاعات استثمارية كالصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والزراعة متاحة بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي، وأن نظام الكفيل وتحديات جنسية العمالة يخضع لسياسة الدولة في ذلك. رؤوس أموال خليجية وأجنبية تقرع الباب القطري بيد الرغبة في الحصول على فرص استثمارية في البلد الأول المصدر للغاز المسالي في العالم، الماضي لإنفاق 150 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال العشر سنوات المقبلة. صلاح الدين مقراني، CNBC عربية، الدوحة. البورصة مالئة الدنيا وشغلت الناس هذه الأيام تشغل بال القطريين نتيجة التراجعات القاسية التي أصابت المؤشر العام للبورصة القطرية. تراجعات كانت قاسية بأكثر من 11% كتراجعات، وكذلك خسائر من القيمة السوقية بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي على مدى 11 جلسة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والتوقعات بضربة أمريكية باتجاه سوريا كانت ضربة محتملة. الآن وبعد مقترح روسي يتعلق بتسليم الأسلحة الكيماوية وموافقة دمشق عليه، تنقلب الصورة تماما.
الحيوية تعود إلى السوق، المؤشر يكسب 5% دفعة واحدة، بالتالي هذا يعني أربك المشهد العام، وكذلك أيضا يتعلق بثقة المستثمرين في أسواق رأس المال. هذا ما سوف أناقشه أعزائي المشاهدين مع ضيفي أحمد عقل، المستشار المالي ومحلل الأسواق المالية. أحمد، ما الذي يجري؟ لهذا الحد الأسواق الخليجية هي هشة لهذه الدرجة بأن تتراجع بقوة وترتفع بقوة تعوض في زمن قياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لأسواق الخليج، لا ننسى أن هذه الأسواق وهذه المنطقة هي في قلب الحدث. الضربة العسكرية المحتملة هي على سوريا، إحدى دول منطقة الشرق الأوسط. عدو الخليج ليست بعيدة كثيرا جغرافيا عن هذا الموضوع، هذا بالإضافة إلى بعض الامتدادات السياسية لهذا الموضوع. وبالتالي فإن أسواق الخليج وأسواق المنطقة بشكل عام، نعم كانت خلينا نقول سريعة التأثر بهذه الأخبار. وكما لاحظنا خلينا نقول النزول الكبير الذي حدث بخلال الأسابيع الماضية عند التحدث عن احتمال حدوث الضربة، فكان هناك ارتداد جيد وكبير بمجرد إلغاء هذا الاحتمال. وهذا أحمد يعني ربما يؤكد أنه ضعف الوعي الاستثماري في هذه الأسواق والانقياد خلف حركة المحافظ سواء كانت محلية أو ربما الأجنبية على وجه التحديد. يعني دائما خلينا نقول هناك ما يسمى بسياسة القطيع، عند اتجاه المحافظ أو كبار المستثمرين إلى البيع بأي نقطة معينة، فهناك دائما العديد من المستثمرين الذين يتبعون هذه العمليات. هذا أولا. اثنين، بالنسبة للوعي الاستثماري، هناك وعي استثماري، إلا أن رأس المال جبان، دائما المستثمر يبحث عن فرص آمنة وعن استقرار خلينا نقول لاستثمار أمواله بأي منطقة. بعض المستثمرين يقومون بالبيع عن خلينا نقول احتراف للشراء والتجميع بأسعار أقل. هناك العديد من المتغيرات، وهذا ما يدفعني للسؤال، يعني أنه أحمد البعض ربما يجد في هذه الظروف فرصة مواتية وقد يبحث عنها منذ زمن لاستفادة من هذه الأجواء، والبعض استطاع أن يحقق مكاسب. صحيح صحيح، لا شك دائما عملية نزول أو الصعود بالأسواق وأي اتجاه حاد للصعود أو النزول هو دائما فرصة لتحقيق أرباح. هناك من يقوم خلينا نقول تعديل أسعاره ومن ثم البيع على أسعار أعلى، هناك من يقوم بالشراء والاحتفاظ بهذه الأسهم للمدى الطويل. عملية النزول الحاد كانت فرصة جيدة للشراء إذا اطلعنا على العائد، على القيم الدفترية، على مدى العائد أو النسبة الربح الممكن تحقيقها عند يعني توزيع الأرباح، فكانت الفرصة مواتية جدا. ولا ننسى أننا على أبواب ربع ثالث، إعلانات لأرباح الربع الثالث خلال الشهر القادم. لا ننسى أن البورصة القطرية بخلال 6 أو 7 شهور ستنتقل إلى الترقية إلى أسواق صاعدة. لا ننسى أن هناك العديد من العوامل الاقتصادية والتوزيعات المتوقع أن تكون مجزية إن شاء الله لمعظم الشركات، فإذا كانت فرصة لخلينا نقول تعديل الأسعار، كانت فرصة للتجميع أكثر وللاستثمار للمدى الطويل. طبعا أحمد تعرف أنه العوامل غير الاقتصادية، العامل الجيوسياسي والعامل النفسي، هي عوامل آنية ولا تستمر طويلا، وهو ما لاحظنا أنه خلال جلسة واحدة يعني تم تقليص الخسائر إلى النصف تقريبا. برأيك هل سوف نستكمل هذه الموجة الصاعدة أم أنه السوق لا قد يدخل بموجة استراحة؟ إذا بقي الوضع الاقتصادي على هذا الاستقرار وعلى هذا الوضع العام المستقر، أعتقد أننا سوف نعود إلى حوالي نقطة 9700 إلى 9900 بخلال جلستين أو ثلاثة القادمين، بالإضافة إلى اختبار مستوى 10,000 إلى 10,000. ممكن نشوف 10 قبل نهاية الشهر إن شاء الله، في حال الاستقرار السياسي وفي حال استبعاد فكرة الضربة العسكرية نهائيا. الارتفاع الذي حصل سابقا إلى نقطة 10,000 لحد 10,100 لم يكن ارتفاع بسبب تضخم أسعار، كان ارتفاع يعني خلينا نقول مبني على أسس متينة، على عوائد معينة يعني بعض الأسهم، كان هناك أسهم قيادية وصلت إلى أسعار تستحقها مقارنة مع العائد المتوقع لها، كان هناك متانة للاقتصاد تدعم هذا الارتفاع، بالإضافة وأعود وأكرر إلى التوقع بالترقية للسوق القطري إلى الأسواق الصاعدة، والذي أصبحنا قاب قوسين أو أدنى يعني حوالي 6 شهور تعتبر فترة خلينا نقول متوسطة الأجل لأي مستثمر.
طبعا أشكرك أحمد عقل وأنت المحلل الأسواق المالية، كنت معنا في عين على قطر في هذه الإضاءة على التطورات الجديدة والمستجدة على ساحة البورصة القطرية. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. شكرا. أعزائي المشاهدين، بهذا اللقاء وبهذه الإضاءة على مستجدات البورصة القطرية تكون حلقتنا لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها. في الأسبوع القادم بالتأكيد أنا معمر عواد وفريق العمل في مكتب CNBC عربية نعدكم المزيد، فلذلك المعود تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.